الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، والبداية بعد الفاصل. البداية من مقال بعنوان مستقبل الدينار العراقي أمام ازدواجية قيمته بالدولار بقلم محمود بابان في موقع روداو. يقول الكاتب: عندما نتحدث عن الدينار العراقي نتحدث عن أزمة اقتصادية تتجاوز الحدود المحلية لتصبح جزءا من معركة أعمق ضد الفساد والفشل الحكومي في إدارة الملف المالي. كيف لعملة دولة غنية بالنفط مثل العراق أن تتأرجح قيمتها بين الحضيض والعدم؟ من المسؤول عن هذا التدهور؟ السياسة الاقتصادية الفاشلة؟ أم الفساد الذي تسلل إلى كل زاوية؟ الحكومة العراقية تتحدث عن تحسينات، لكن الواقع يعكس فسادا ماليا مستشريا وقرارات عشوائية تركت الدينار عاجزا أمام الدولار وسط قلة ثقة المواطنين في النظام المصرفي. متى سيصحو صناع القرار ويوقفون هذه المهزلة الاقتصادية؟ أم أن المواطن سيظل يدفع الثمن؟ الحقيقة أن أسباب تقلبات سعر الدولار في العراق كما نرى هذه الأيام قد تكون لها روايات أخرى، مثل تصدير الدولار العراقي إلى دول أخرى لكن ليس نقدا عبر أسواق الدولار في أربيل والسليمانية والبصرة وبغداد، لأن ما يقدم نقدا وفي حسابات البنك المركزي أقل من نصف قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق. ولذلك تم مؤخرا العثور على بوابة رسمية لتصدير الدولارات خارج العراق من خلال ربط الشبكة المصرفية الرسمية، سواء كانت إيران أو الدول الأخرى التي تستخدم النظام المصرفي وبنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك. فإن المثال الأبرز هو قصة علي غلام العراقي البالغ من العمر 42 عاما والذي يمتلك 3 بنوك، وهي مصرف الاستثمار العراقي في الشرق الأوسط ومصرف الأنصار الإسلامي ومصرف القبض الإسلامي، وتم حظرها جميعا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية أواخر عام 22 بتهمة غسيل الأموال. إذا كان الفارق بين البنك المركزي والسوق صفرا في البداية وهو الآن على هذا الوضع، فإن عدة أسباب مختلفة ومتناقضة أدت إلى زيادة الفارق وضعفت مستقبل الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، وأبرزها الاستمرار في التعامل بالكاش ووجود تريليونات الدنانير نقدا بأيدي المستثمرين، والذين بدورهم يمكنهم خلق الحركة في الأسواق وافتقار المواطنين العراقيين إلى الثقة في عملتهم ونظامهم المصرفي لحماية رؤوس أموالهم في البنوك بسبب التجارب السابقة. ومن صحيفة المدى نقرأ تقريرا بعنوان هجرة الأطباء سببت ضعف نظام الصحي في العراق. في عراق ما بعد الحروب والكوارث لم يكن القطاع الصحي استثناء من دائرة الفساد والإهمال الحكومي. كيف لبلد غني بالموارد البشرية والطبيعية أن يفقد كفاءاته الطبية أمام أعين المسؤولين؟ هجرة الأطباء لم تكن مجرد هجرة عقول، بل كانت أيضا إشارة صارخة إلى فشل النظام الصحي في توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة. فالحكومة بدلا من أن تعالج هذه الأزمة تستمر في تبرير الفشل وتعليق الأسباب على شماعات الحروب والظروف. الأرقام المقلقة من المنظمات الدولية تؤكد تراجع الرعاية الصحية، لكن من يستمع؟ السؤال الأهم: متى ستتخذ الحكومة خطوات حقيقية لإصلاح هذا النظام الصحي المتهاوي؟ ذكرت المنظمة أنه بسبب سنوات من الحروب وعدم الاستقرار فإن القطاع الصحي في العراق يواجه تحديات كبيرة، وأن الحاجة الشديدة للرعاية الصحية تكون مطلوبة أكثر بالنسبة للمناطق المتضررة بالمعارك، والتي تشتمل على نازحين وعائدين ومجاميع مضيفة أيضا.
وذلك مع وجود أكثر من 2.5 مليون شخص في العراق بحاجة لمساعدة إنسانية، بضمنهم أكثر من 1 مليون نازح. وذكرت المنظمة أن هؤلاء الناس الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية متواجدون في جميع محافظات البلد 18، ولكن الأكثر تضررا هم المتواجدين في المحافظات المتضررة من الحروب في وسط وشمالي العراق. وبينما رجع عدد من النازحين لمناطق سكناهم الأصلية، فإن قسما آخر ما زالوا يعيشون حالة نزوح مزمنة وسط ظروف معيشية سيئة. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن من المسببات الأخرى لتدهور الخدمات والرعاية الصحية في العراق هو هجرة كثير من أطبائه المهرة وكوادر الرعاية الصحية. وبينما تدعو خطة التنمية الوطنية إلى إعادة ترتيب وضع النظام الصحي بالتركيز على الرعاية الصحية الأولية كأساس، فإن نظام الرعاية الصحية مستمر بكونه مركزيا ويركز على المستشفيات. ونقرأ تقريرا عن وزارة التربية: مدارس ورياض آيلة للسقوط ومعرضة للحرائق ونسبة نجاح صفر. عن موقع ألترا عراق: جاء في التقرير من الغريب أن تجد مدارس في بلد النفط والثروات آيلة للسقوط وكأنها بنيت من ورق، وكأن الفشل ليس كافيا في السياسة والاقتصاد لينتقل الفساد إلى التعليم أيضا. كيف يمكن لدولة أن تسمح بوجود مدارس لا تصلح حتى كإسطبلات للحيوانات، فضلا عن أن تكون مكانا لتعليم أجيال المستقبل؟ تم رصد وجود 489 مدرسة و215 روضة في بغداد لم يتم تجديد إجازاتها منذ تأسيسها حتى الآن أو متابعتها من قبل قسم التعليم الأهلي، ما أدى إلى هدر في المال العام نتيجة عدم تسديد رسوم التجديد إلى وزارة التربية ورسوم الجهات الأخرى مثل الهيئة العامة للضرائب والضمان الاجتماعي، إضافة إلى فتح 150 روضة دون الحصول على موافقات رسمية. ولفتت النزاهة إلى أن العديد من أبنية المدارس لم تتم فيها مراعاة إجراءات السلامة، كونها تحتوي على مادة سندويتش بنل الذي يشكل خطورة بالغة على حياة الطلاب بعده سريع الاشتعال، ومادة التشينكو التي تعد موصلة للتيار الكهربائي، ووجود صفوف ذات جدران زجاجية بالكامل. ودعت وزارة التربية إلى الإسراع بهدم وإعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط، مشيرة على سبيل المثال إلى وجود بناية آيلة للسقوط في تربية الكرخ الثانية. الآن إلى مقالة: تعليم ظاهرة مجتمعية، الكوادر الوسطى بين نظرة المجتمع وحاجته، بقلم حسن الجواد. يقول فيه: لماذا أصبح التعليم المهني في العراق رمزا للتهميش؟ هل يعقل أن يتجاهل المجتمع والحكومة أهمية الكوادر الوسطى في سوق العمل؟ وسط كل هذا لكم من المهندسين والكم من المهندسين والعاملين. إن تدهور التعليم المهني هو انعكاس لفشل النظام التعليمي الذي يركز فقط على الشهادات الأكاديمية ويتجاهل الأيدي العاملة المدربة التي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد مزدهر. كيف يمكن للمهندسين الجدد أن يبدعوا في غياب هذه الكوادر الوسطى؟ الفجوة تتسع كل يوم والمشاريع تتأخر، والفساد في التعليم يدمر ما تبقى من نظام متكامل. في العراق تعاني المدارس المهنية والمعاهد الفنية من عزوف المجتمع من تقبلها كجزء مهم من النظام التعليمي. هذا الرفض المجتمعي يعزى إلى عدة عوامل، من بينها الفكرة السائدة بأن التعليم الأكاديمي هو المسار الوحيد لتحقيق النجاح الاجتماعي والمادي. غالبا ما ينظر إلى المعاهد والمدارس المهنية على أنها خيار أقل مكانة من الجامعات، مما دفع الكثير من الطلاب إلى الابتعاد عنها، حتى في ظل الحاجة الماسة إلى المهارات الفنية والكوادر الوسطى في سوق العمل.
هذا العزوف أثر بشكل مباشر على جودة خريجي الهندسة، حيث لم تعد هناك شريحة وسطى تجمع بين المهندس المحترف والعامل اليدوي. المهندسون الجدد يجدون أنفسهم في مواقف صعبة، إذ يفتقرون إلى المهارات العملية التي توفرها الكوادر الوسطى التي تخرجت من المعاهد المهنية. في المقابل، العمالة اليدوية قد تفتقر إلى التوجيه الفني الذي كان من الممكن أن توفره هذه الكوادر، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في المهارات العملية داخل موقع العمل. الفجوة التي نشأت بين المهندس والعامل تسببت في تدهور مستويات الأداء في العديد من المشاريع الهندسية، فالنتيجة هي أن المهندسين الذين يفتقرون إلى الكوادر المساعدة يجدون صعوبة في تنفيذ الأعمال بالشكل الأمثل، كما أن العمالة غير المدربة لا تستطيع تقديم النتائج المرجوة، مما يزيد من تكاليف المشاريع ويطيل مدة إنجازها. نشر موقع The Intercept مقال رأي لسون جيف بيري، قال فيه إنه في حين تحترق بيروت تحت قنابل إسرائيل، بات من الواضح لأي شخص يراقب أن أمريكا احتضنت منذ فترة طويلة النسخة الأسوأ من إسرائيل، فقد كافأت عقودا من السياسة الخارجية الأمريكية وعجلت بمسار تنازلي لسياسات وأعمال تتعلق بالإبادة الجماعية في كل من المجتمع والحكومة الإسرائيلية. ويقول إنه الآن وبدعم كامل من الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، تقود إسرائيل موجة تلو الأخرى من العنف المتصاعد في مساعيها المستمرة للقضاء على أي معارضة للتوسع المستمر للدولة اليهودية في الأراضي التي يعيش فيها بالفعل ملايين الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم من الناس. وأكد أن إسرائيل التي نراها اليوم هي الأسوأ على الإطلاق من بين كل النتائج المحتملة، فهي دولة شوفينية عنصرية تتبنى الإبادة الجماعية وتنظر إلى العرب المسيحيين والمسلمين على أنهم أجساد يجب سحقها وتدميرها. الحقيقة البسيطة هي أن السياسة الخارجية الأمريكية تظل دموية ومروعة كما كانت دائما في العقود السابقة، فقد تضمنت الخسائر مقتل ما بين 1 مليون و2 مليوني مدني في فيتنام، ومليون آخر في إندونيسيا، ومذابح الدكتاتوريين المدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، ومئات الآلاف الذين قتلوا خلال الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان. ومن هنا فالتدخلات العسكرية والدبلوماسية اليوم في الشرق الأوسط ليست مختلفة. لكي نضع حدا للأفعال المروعة التي ترتكبها إسرائيل في الشرق الأوسط، فلا بد من تغيير السياسات الأمريكية، وهذه ليست بالمهمة السهلة نظرا للقوة والنفوذ التي تتمتع بهما الشبكات والجهات المانحة وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل والمؤيدة للحرب داخل الولايات المتحدة. ولكن هذه هي المهمة التي بين أيدينا، ولا بد وأن تكون محور اهتمام كل إنسان يحمل ضميرا حيا، سواء داخل حدود الولايات المتحدة أو خارجها. وكما كانت الحال في مناطق أخرى من العالم، فإن السياسة الخارجية الأمريكية تشكل العقبة الأساسية أمام تحقيق العدالة والديمقراطية والسلام في الشرق الأوسط. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. إلى خبر صحي، فقد وجد باحثون من الولايات المتحدة والصين أن تناول جرعة متوسطة تبلغ 3320 وحدة دولية من فيتامين د يوميا أو حوالي 83 ميكروغراما كان مرتبطا بالعديد من الفوائد القلبية والأيضية المهمة.
وبحسب الدراسة فإن هذه الجرعة اليومية ترتبط بانخفاض ضغط الدم والكوليسترول الكلي والإنسولين والجلوكوز في الدم أثناء الصيام. وفق موقع ميديكال نيوز توداي يأتي هذا الاكتشاف من دراسة جديدة راجع فيها الباحثون 99 تجربة من جميع أنحاء العالم للتحقيق في فوائد هذا الفيتامين على صحة القلب والأيض. وأجرى الدراسة باحثون من جامعات كولومبيا وبراون وبكين، وشملت التجارب 17,656 مشاركا، وأجريت بين مجموعات سكانية متباينة على نطاق واسع في مواقع عالمية مختلفة. ووجد البحث أن الفائدة الكبرى من مكملات فيتامين د تحققت. وبفيديو اليوم نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام. إلى فيديو اليوم ونراكم لاحقا، دمتم في أمان الله. والله شهادة الميلاد بحتضن هاي شهادات الوفاة. أم التوأم وسام ونعيم، أنا استشهد، أنا جبت ولادي بعد انتظار 11 سنة. كنت حامل في الثامن، في نص الثامن لما جت الحرب، كنت أجهز أواعيهم، حماسي الله يسهل عليها، جهزت الأواعي لأولادي ونجهز كيف الحلو والتوزيعات، جلسات التصوير وهذا. أجت الحرب السابعة، أول يوم كان عندي صعب كتير كتير وخوف وهذا. الحمد لله ودون العمليات وقومت بالسلامة، كنت نصف اليوم هذا أفرح فيه بس ما فرحتش فيه. الحين إيش طلعت من العمليات بحكي لجوزي وين أولادي، قال لي هاي نعيم سوسو حطناها بالحضانة، بحكي له قال لي شوي عندها نفس تعبان، وفي قلبي فيه فرحة بس نفسي أطلعها بس مش قادر أطلعها الفرحة. طلعت أسبوع بالمستشفى، أخذت بنت وابني روحنا. الحين إيش بعد ما روحنا ضلينا بعد 4 شهور قصفوا منزلنا بيتنا. رضعت ابن نعيم آخر رضعة حبيبي، رضعها مني على الساعة 10 ولو نمنا. حكوا القصف صار عندنا الساعة 11، ما وعيت على حالي، حس حالي برميل واقع، أنا حس حالي برميل مية واقعة. صرت أصوت وين أولادي وين جوزي، طبعا عتمة طبعا وهذا، والسقف مايل علي. حسيت طب الصلاة لبسهم وطلعت بسأل بطلع منظر بيتنا كيف، لقيت كله دمار. رحت لي والله بدي أولاد، وصرت أصوت بدي أولادي. الحين حكوا لي طب يلا أخذونا على النجار، أنا ما فيش فيه ولا إصابة. رحت على النجار لمحت حماتي وبنتي، صرت أصوت طلعوني قلبه بجع. الحين إيش حكوا لي، أولادك استشهد، أبوهم استشهد، أختي استشهدت، حماتي استشهدت. أنا أولادي يعني أجوا في الحرب ما شفتش منهم، يعني 4 شهور أنا بعد انتظار 11 سنة ومعاناة وزراع وروح على دكتور وتعالي، يعني مش بعتش منهم، يعني 4 شهور إما استشهد والله مش بعت منهم لسه. كان نفسي يعني إنه يكون عندي وحضنهم واجيب لهم أواعي العيد ويوم ميلادهم واجيب لهم، بس حسبي الله ونعم الوكيل ما فرحتش فيهم.